نبدأ. كل سنة وانتم طيبين. أنا اسمي مهندس موسى، إن شاء الله أكون معاكم الترم دون. أنتوا عارفين الخميس اللي فات كان إجازة، أنا جيت يوم السبت بس ما لقيتش أي حد خالص. فإحنا هنحاول النهاردة إن إيه يعني نبتدي نخلص الموضوع النهاردة عشان نمشي مع بقية السكاشن. المرة الجاية هيكون في الكورس الأول والشيت الأول. زي ما انتم عارفين من أول أسبوع الجاي أي حد هيحضر في السكشن يفضل مكمل فيه لآخر السنة عشان الدرجات بتاعته تفضل ثابتة في مكان واحد. تمام؟ اتفقنا كده؟ هنقول كده مجموعة يعني قواعد أو نظام هنمشي فيه في السكشن، بس خلينا نقوله في الآخر عشان لو حد جاي متأخر إيه يبقى يسمع. جميل. الدرس الأولاني يا جماعة بتاعنا بنتكلم عن ازاي ان احنا نحل البيمز باستخدام الديفرنشال ايكويشن، وهي طريقه جديده عن كل الطرق اللي احنا خدناها قبل كده. فالطريقه دي بتقول ان انا لو عندي اي بيم عليها لود دبليو اكس، والدبليو اكس دي هي عباره عن ديستريبيوتد لود ايا كان الفانكشن بتاعته شكلها عامله ازاي، بس اهم حاجه ان هو ديستريبيوتد لود من الاول لغايه الاخر. هنبتدي كده نعرف بعض الترمات. بيبتدي يحصل في البيم ده ديفليكشن، فهبتدي اخد محاور بتاعتي، محور اسمه اكس، محور اسمه واي، وهنثبتها في الاتجاهات دي. فاقول ان انا عند اي بعد مسافه اكس الديفليكشن بتاعي هسميه في. جميل. يبقى انا قلت هعرف كده ان على اي بعد مسافه اكس الديفليكشن هيكون اسمه في. بعد كده لو انا الفي ده عباره عن فانكشن، مشان بلاش كلام انت والاثنين في الاخر بلاش كلام. لو الفي دي عباره عن فانكشن وبعد كده جيت قلت ان انا عايز اجيب التفاضل بتاعنا الدي في باي دي اكس، فبقول ان الدي في باي دي اكس هو عباره عن ميل المماس عند النقطه دي. يعني لو انا جيت عملت مماس بالخط دون هيديني ال في داش او الزاويه سيتا دي، فيبقى السلوب انجل اسمها سيتا، وهي هي برضو عباره عن التفاضل الاول للايه؟ للديفليكشن. بعد كده كان في حاجه كده درسناها، قلنا ان في علاقه ما بين اللود والشير والمومنت. ايه العلاقه ما بين الثلاثه دول؟ هي علاقة تكامل وتفاضل. طب لو انا ماشي في الاتجاه ده، لو انا عندي اللود وعايز اجيب الشير، او عندي الشير وعايز اجيب المومنت، بعمل ايه؟ بعمل تكامل. لو انا ماشي العكس المومنت، يعني لو انا عندي مومنت وعايز اجيب الشير، عندي الشير وعايز اجيب اللود، بعمل ايه؟ تفاضل. بس دايما بيكون في اشاره نيجاتيف موجوده، الاشاره نيجاتيف دي موجوده بتكون عند اللود، يعني اللود عكس الشير والمومنت. والسبب ده جه منين؟ نتيجة المحاور اللي احنا افترضناها واحنا بنستنتج الايه؟ المعادلات بتاعتنا. كلام جميل. يبقى انا دلوقتي لو عندي اللود عايز اجيب الشير هعمل تكامل، عايز اجيب المومنت هعمل تكامل، لو انا ماشي بالعكس بعمل ايه؟ تفضل. طب لو انا عندي اللود ده كان بالبوستر يبقى الشير والمومنت هم اللي هيبقوا بالايه؟ بالنيجاتيف. خلاص المهم ان انا فاهم ان اللود دايما اشارته مختلفه عن الشير والمومنت. جميل. طب تعالوا نقول خلاص يعني ايه هي المعادله التفاضليه بتاعه اي مساله بتاعه دي. بنقول ان الاي اي للبي اس 4 داش بتساوي دبليو اكس. ايه هي الاي اي يا جماعه؟ الاي اي ده الاي اللي هو يانجز مودولس، والاي هو اللي هو السكند مومنت اوف اريا او المومنت اوف انيرشيا بتاع القطاع بتاعي، ولازم يكون ثابت من الاول لغايه الاخر، ما ينفعش ان هو يجي في النص يتغير. لو جه اتغير هقسم المساله بتاعتي لجزئين. جميل. فبنقول ان الاي اي في البي اس 4 داش، يعني ايه بي اس 4 داش دي يا جماعه؟ يعني التفاضل الرابع للديفليكشن. أنا يعني ممكن إن أنا أكتبها كده هو دي 4 بي باي دي إكس أس 4، بس بدل ما أقعد أكتب كل الكلام دون أقوم قايل دي أس 4 داش وخلاص، وأنا ببقى عارف إن هو ده التفاضل الرابع إيه للديفليكشن.
جميل، عايز ابتدي احل المعادله دي. المعادله دي عباره عن معادله تفاضليه، فهحلها ازاي؟ هحلها عن طريق التكامل. جميل، فنبتدي كده باشمهندسه الاول. لو انا داك عايز اكامل الكم ده هيبقى ايه؟ هيبقى اي في بي اس 3 داش. بعد كده بجيب معادله اللود دي من المساله وبقعد اعمل لها تكامل. تعالوا مثلا نفترض ان كان في مساله بتاعتي كان اللود عباره عن كونستنت. وكنت دبليو. فيبقى دبليو اكس هي هتبقى عباره عن ايه؟ عن دبليو هو رقم ثابت، الرقم ده 5 6 7 ايا كان، ليكن مثلا او دبليو، رقم كونستنت. عايز ابتدي اعمل تكامل الدبليو دي تبقى ايه؟ دبليو اكس. خلاص كده انا خلصت التكامل؟ لا، نتيجة ان انا بعمل تكامل غير محدود يبقى في كل مرة هعمل تكامل لازم ازود الكونستنت. وما هي زائد سي 1. يعني الباشمهندسة اللي جنبها نعمل تكامل تاني. في كام؟ جميل. باشمهندس جميل باشمهندسة. اوكي. أربعة ستة بأربعة وعشرين. جميل، يبقى انا كده هون عملت التكامل وجبت كل المعادلات بتاعتي. هيتفضل بس ان انا اجيب قيم الثوابت. طب حد يقول لي المعادله الاخيره دي هي معادله ايه؟ ايه هي الفي؟ هي معادله الديفليكشن. انا كده قدرت اجيب معادله الديفليكشن. طب الفي داش هي السلوب انجل. جميل. طب ايه هما المعادلتين دول؟ انا لسه شرحت من شويه. وانا لو عندي اللود وعملت له تكامل هيديني ايه؟ هيديني شيل بس باشاره نيجاتيف. ولو عملت تكامل للشيل هيديني معادله ايه؟ بس ماله؟ طب هو النيجاتيف هنا ظهر ليه يا جماعه؟ عشان اللود كان ايه؟ بالموجب. فدايما اشاره اللود بتكون عكس الشيل والموجب. جميل. الثوابت دي بقى هبتدي اجيبها ازاي؟ الثوابت دي هجيبها عن طريق الباوندري كونديشن. يعني ايه الباوندري كونديشنز؟ يعني انواع السبورت اللي في الاول واللي في الاخر. طب تعالوا كده نبتدي نفتكر مع بعض ايه هي انواع السبورتس او عموما الكونديشنز اللي بتحصل عندي. جميل. ربما يا جماعه المره الجايه لو لقينا العدد ازيد من السكشن ممكن ننقل المدرج الايه؟ اللي هو في اخر الدور. بس احنا لغايه دلوقتي العدد بتاعنا كويس. جميل، تعالوا كده نفتكر مع بعض هو اصلا ايه الديكريز اوف فريدم اللي موجوده لاي جوينت ال 2 دي. يعني لو انا عندي جوينت في ال 2 دي ايه هي احتمالات الحركه بتاعتها؟ اول حاجه ان هي تتحرك دلتا اكس، تتحرك دلتا واي، او يحصل لها ايه؟ روتيشن. يبقى انا عندي اي نقطه عندها ثلاث احتمالات للحركه، دلتا اكس، دلتا واي، والروتيشن. جميل. وعلى حسب نوع السبورت، السبورت بيبتدي يمنع ديجريز اوف فريدم، وكل ما هيمنع ديجري اوف فريدم هيبتدي يتولد عنده ايه؟ رياكشن. جميل، تعالوا كده نبتدي نفتكر مع بعض. لو انا عندي الشكل ده كده كنت بقول عليه ايه؟ كنت بقول عليه رولر سبورت. طب الرولر سبورت ده ايه الحاجه اللي منعها؟ هو منع الحركه في واي، فبالتالي هيحصل ايه يا جماعه؟ هيتولد رياكشن في اتجاه واي. يبقى انا عند السبورت ده اقدر اقوم قايل ان الفي بتساوي زيرو. اوكي؟ خلي بالك ان الفي هي نفسها دلتا واي، بس انا عشان انا استخدمتها في البيم استخدمت الرمز بتاعها في. خلاص. طب هل يا جماعه في مشكله ان هو يتحرك في اتجاه اكس؟ في مشكله ان هو يدور؟
لا السبورت ده مش بيمنع الحركات دي. طب لو انا سمحت هنا هو بالروتيشن يبقى المومنت عند النقطه دي كام؟ المومنت بزيرو، مفيش اي حاجه بتقاوم الدوران، فطبيعي ان المومنت هيكون بيساوي زيرو. طب ايه رايكم ان انا جبت لك نفس المساله دي وانت حاطط لك هنا هو كونسنتريتد مومنت 5 يبقى المومنت بيساوي كام؟ لا بس دي لسه من فوق سالب 5. يبقى خلي بالك ان الرولر الطبيعي عندها ان هي مش بتشيل مومنت، لكن انا ممكن يكون البندنج مومنت عند النقطه دي نتيجه كونسنتريتد مومنت خارجي هو اللي يديني ايه؟ ثابت. فدايما انا هقول ان المومنت هنا بيساوي زيرو او كونستنت على اساس لو في كونسنتريتد مومنت. طيب لو انا دلوقتي عندي هنجد سبورت ايه اللي يفرق الرولر عن الهنج يا جماعه؟ ان الهنج بتمنع الحركه في اكس برضه. طب خلي بالك هو انا هنا هو لما جيت ادرس اتكلمنا خالص عن اتجاه اكس ده، فبالنسبه لي الرولر والهنج هيدوني نفس الحاجه او نفس الكونديشن، ان يكون عندي تي بتساوي زيرو والمومنت هتساوي زيرو او كونستنت. جميل. فلو شفت اي مساله فيها رولر او هنج فيبقى هو ده الكونديشن عندي. بعد كده تعالوا نبص على السبورت الثالث الفيكسد سبورت. الفيكسد سبورت ده يا جماعه بيعمل ايه؟ بيمنع الثلاث حركات خلاص، وبالتالي هيتولد رياكشن في الثلاث اتجاهات بتوعي، هيبقى في رياكشن في واي ورياكشن في اكس ورياكشن في المومنت. طب ايه الكونديشن اللي عنده؟ هل انا اعرف عنده الفي بتساوي كام؟ ايه هي الفي دي يا جماعه؟ ديفليكشن. هل انا عارف الديفليكشن بكام؟ هو بزيرو، مش انا منعته؟ فاول ما بمنعه يبقى بزيرو، فانا عندي الفي بتساوي زيرو. طيب هل الثيتا برضه بتساوي زيرو؟ ليه؟ عشان الفيكس سبورت ده بيمنع الروتيشن كمان، يبقى انا عندي الثيتا بتساوي زيرو. تعالوا كده نبتدي نبص على كذا شكل في السبورت برضه. ايه ده؟ ايه اللي بيساوي زيرو؟ اوكي ما هي الفي دي انا منعت الحركه الرأسيه، هو الرولر ده بيسمح بالحركه الرأسيه عشان كده بزيرو. الشكل ده بنسميه جايدد سبورت او شير هنج، هتلاقي الاسمين ممكن يجوا قدامك. والشكل ده عباره عن ايه؟ عن فيكسد سبورت، بس ايه اللي حصل؟ خليته يتحرك في اتجاه واي. يعني معنى كده ايه هما الحركتين الممنوعين؟ الحركه في اكس والايه؟ والروتيشن. فمبدئيا اول ما اشوف السبورت ده هبقى قايل ان الروتيشن عنده بتساوي زيرو. طب هل الحركة V بتساوي زيرو ولا لا؟ لا الـ V مش بتساوي زيرو. فأول ما تقول على طول يبقى دايما كده هتلاقي إن أنا بربط المعادلة دي بالمعادلة دي والمعادلة دي بالمعادلة دي. لو أنا ما لقيتش الـ V بتساوي زيرو هعمل إيه؟ هطلع على معادلة الشير. غالبا هكون عارف الشير بيساوي كام. خلاص؟ هو أنا هنا هون الشير عند النقطة دي بكام؟ ليه بزيرو؟ بالرياكشن. هو هنا في رياكشن في اتجاه واي؟ لا مفيش رياكشن في اتجاه واي. ليه؟ لان الحركه مسموحه، فهنا مش هيكون في رياكشن في اتجاه واي. فهو قال على طول ان الشير بيساوي زيرو، ودايما اول ما اقول ان الشير بيساوي زيرو هو قال على طول او كونستنت. ليه يا جماعه او كونستنت؟ لو جه هنا هو حصل كونسنتريتد روت 5 طن هيبقى الشير هنا بكام؟ بسالب 5 عشان ده من الشمال ونازل. كلام جميل. يبقى احنا كده اهو خدنا كل انواع السبورتس الايه؟ اللي احنا هنقابلها، ودي هنسميها السبورتس الايه؟ الحقيقيه، او اللي هي سبورت بتمنع الحركه فبتولد رياكشن، والحركه المسموح بيها مش بيتولد عندها رياكشن. طب تعالى نشوف نوع تاني من انواع السبورتس، واحنا درسناه كتير قبل كده بس ممكن نكون ايه مش فاكرينه شويه، وهو السبرنجات. السبرنج ده يا جماعه هو عباره عن حاجه كده زي السوستر، لما بيكون ليها ثابت اسمه ثابت السبرنج كي، مجرد ما بعمل فيها ديفورميشن دلتا
بيتولد ان هو الرياكشن عكس الدلتا اللي حصلت ديت، وبتكون قيمته كيف دلتا. جميل. الكلام ده خدناه كتير، خدناه كتير في الماتيريال. فاكر كده لما كنا بنقول عندنا لينك ممبر او عمود لي اي اي وليه اللينس بتاعه، وكنا بنقول عايزين نجيب الاستفنس. او كنا بنقول عايزين الفورس اللي تعمل لي دلتا معينه. فكنا بنقول ان البي بتساوي اي اي على ال في دلتا. الكلام ده فاكرين ولا لا؟ كانت الدلتا بتساوي ايه؟ بي في ال على اي اي. الكلام ده انت خدته بس ممكن تكون ناسيه. خلاص؟ فهي دي يا جماعه الاستيفنس بتاعه اللينك ممبر. يبقى انا عندي اي لينك ممبر ممكن احوله لايكويفلنت سبرينج، والاستيفنس بتاعه الايكويفلنت سبرينج اللي هي بتساوي اي اي على ال. جميل. يبقى خلي بالك في الامتحان ممكن يجيب لك سبرينج ويقول لك الاستيفنس بتاعتها بكذا، او ممكن يجيب لك لينك ممبر ويقول لك ان الاي اي بتاعته بكذا والال بكذا. هل صعب ان انت تحسب الاستيفنس؟ لا، بكل بساطه الاستيفنس بيساوي اي اي على ال. جميل. نفس الفكره. طب خلي بالك، هو السبرينج ده بيحصل عنده ديفورميشن ولا لا؟ بيحصل عنده ديفورميشن. هو سوست لو دوست عليها تبتدي تنزل وتطلع. طب وبيبقى فيه رياكشن ولا لا؟ ما هو نتيجه الديفورميشن ده بتولد رياكشن، وده عكس اللي انا قلته هنا. هو انا قلت اول لما بتم امنع الديفورميشن بتولد رياكشن، لكن هنا بيحصل الاثنين مع بعض، بيبقى في ديفورميشن وبرضه في رياكشن. والعلاقه ما بين الديفورميشن والرياكشن هي ايه؟ ان البي بتساوي الكي في الدلتا. كلام جميل. نفس فكره اللينيور سبرينج ريم ممكن يجيب لك مساله فيها حاجه اسمها الروتيشنال سبرينج. الروتيشنال سبرينج دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن سبرينج بس بدل ما كانت بتقاوم الحركه في اتجاهها هتقاوم الايه؟ الروتيشن. فلما لو ثابت السبرينج ده برضه اسمه ايه؟ وجيت ان هو انا عملت لفيت الروتيشنال سبرينج ده سيتا، هيتولد مومنت قيمته كام؟ وتفتكر مع اتجاه ولا عكس الاتجاه؟ عكس اتجاه الحركه، وبيكون المومنت قيمته ايه؟ سيتا. طبعا ممكن يجي يغير لك رمز الكي ده، يسميها بيتا، يسميها الفا، يسميها اي حاجه. بس هي الفكره ان انا فاهم ان العلاقه دايما هي ان المومنت بيساوي ثابت السبرينج في الزاويه. جميل. يبقى انا خدت دي وخدت دي. تعالوا طيب كده نبص على كل الكونديشنز اللي ممكن تكون عندنا لو جات لي ايه مثلا. يبقى انا كده فهمت كل الكونديشنز اللي عند الايه ريال سبورت. تعالى نفتكر، نتخيل كده مساله عندها لينير سبرينج في الاول ولينير سبرينج في الاخر، او روتيشنال سبرينج في الاول وروتيشنال سبرينج في الاخر. طب خليني برضو قبل ما ندخل النقطه دي، لو انا عندي نقطه دي في يا جماعه، هو ايه الكونديشن اللي عندها؟ نقطه في ما عندهاش اي سبورت. المومنت بتساوي زيرو والكيو بتساوي زيرو. هيبقى المومنت بيساوي زيرو او كونستانت، والشير هيساوي زيرو او كونستانت. ليه يا جماعه حصل كده؟ لان مفيش اي حاجه بتمنع الحركه. فيبقى على طول عندها هي بتتحرك، فالطبيعي ان النقطه دي لو كانت فري هيبقى عندها الكيو بتساوي زيرو والمومنت بتساوي زيرو. تعالوا نبص طيب على التو سبرينجز دول. لو انا عايز ابتدي ادرس الكونديشن عندهم هعمل ايه؟ مبدئيا كده هون انا كنت مختار الاتجاهات البوزيتيف بتاعتي ان الاكس كده والواي كده، وهيكون الاتجاه البوزيتيف روتيشن هو اللي بيمشي من اكس لواي. فلو انا عايز احدد الاتجاه البوزيتيف للروتيشن هيكون من اتجاه اكس لواي. جميل. فلو انا عايز اجيب الكونديشن اللي عند النقطه دي، طب مبدئيا هنا يا جماعه في كونديشن انا عارفه ولا مش عارفه؟ في كونديشن انا عارفه، ايه هو؟ الشير بيساوي زيرو
لا، ما لو النقطه دي اتحركت هيتولد فورس، هيبقى قيمه الشيب بتساوي كي في الدلتا. اوكي، لكن ايه بقى، هل هنا في اي حاجه بتمنع الروتيشن؟ مفيش اي حاجه بتمنع الروتيشن، يبقى هنا المومنت بكام؟ بزيرو. نفس الكلام هنا، المومنت بيساوي زيرو. خلي بالك المساله دي انستيبل. طب تعالى نبص هنا، هو ايه الكونديشن اللي انا عارفه على طول؟ المومنت بيساوي كي في دلتا. طب ايه اللي انا عارفه؟ ان الشيب بزيرو، لان مفيش اي حاجه بتمنع الحركه الرئيسيه. طبعا اي حاجه هقولها بزيرو يا جماعه هرجع اقول او كونستانت. ليه؟ عشان لو جه عندي كونسنتريتد لود. خلاص، طب انا هقول لك بقى على السياسه اللي انا هبتدي استنتجها، هبتدي اشتغلها، وانت هتكون بالمنطق ده خلاص فهمتها، فمش هتحتاج ان انت تحفظها. اول حاجه هبتدي اعمل ديفورميشن في الاتجاه البوزيتيف. فدلوقتي الحرك ده بيقاوم ايه؟ الحركه الرئيسيه. فين الاتجاه البوزيتيف بتاع الحركه الرئيسيه؟ الواي اللي تحت ولا الفوق؟ تحت. فهاجي اقول ان انا هنا وان هعمل ديفورميشن قيمتها دي واحد. فلو عملت ديفورميشن لتحت قيمتها دي واحد، الرياكشن هيطلع لفوق ولا تحت؟ الرياكشن هيطلع لفوق. ولو ثابت السبرينج ده اسمه كي واحد، هتبقى قيمه الرياكشن ده كام؟ كي واحد في في واحد. انا طالما حددت الاتجاه بتاعه يبقى خلاص انا كده عملته. فهرجع اقول ايه؟ يبقى الشير اللي عند النقطة دي قيمته كام؟ قايل يبقى الكيو هنا هو الكيو واحد بتساوي كي واحد في بي واحد. بس خليني اسألك سؤال، هي اشارات الشير امتى بتكون بوزيتيف وامتى نيجاتيف؟ اشارات الشير يا جماعة بنفتكرها مع بعض ان البوزيتيف بتاعها من الشمال وطالع ومن اليمين ونازل. فهنا هو الشير هيساوي ك في ال في ك واحد في دي واحد، والاشاره بتاعته بالبوزيتيف. جميل، تعال ندخل على النقطه الثانيه. النقطه الثانيه عايزين نبتدي نعمل نفس التكنيك. جميل، الباشمهندس اللي عليها الدور اعمل ايه؟ هبتدي احط الديفورميشن في الاتجاه البوزيتيف لتحت ولا لفوق؟ لتحت. هبتدي اعمل ديفورميشن قيمتها في 2، هيتولد رياكشن عكس الديفورميشن قيمته كي 2 في في 2. يبقى الشير اللي عند النقطة دي الكيو 2 هيساوي ايه؟ كي 2 في في 2، بس ده من اليمين وطالع، يبقى ايه؟ الثابت. حد شايف يا جماعة أنا حفظت حاجة؟ ما حفظتش أي حاجة، خلاص ماشي، التكنيك ثابت بعمله. جميل، باشمهندسة اللي جنبها، طب لو انا عندي روتيشنال سبرينج عايز انفذ نفس التكنيك هعمل ايه؟ خلاص الشيب بزيرو، انا فاهم الشيب بزيرو، لكن انا عايز اجيب بقى المومنت. انا هنا كنت بعمل دلتا او الفي. انا هنا الاول كنت بعمل في، لكن هنا هعمل ايه؟ سيتا. اوكي؟ فابتدي اعمل سيتا في الاتجاه البوزيتيف. طب ايه هو الاتجاه البوزيتيف يا جماعه؟ من اكس لواي، يعني في اتجاه الايه؟ الكلوك وايز. فاجي هنا اتخيل ان انا عملت سيتا واحد، المومنت هيطلع قيمته كام؟ هيطلع عكس السيتا دي وقيمته كي في سيتا. يبقى كده هو انا عندي عرفت قيمه المومنت، قيمته كي في سيتا، كي واحد في سيتا واحد. يبقى الكونديشن اللي عند النقطه دي ان المومنت واحد بيساوي كام؟ كي واحد في سيتا واحد. بس هرجع اقول هو بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ تعالى نرجع نفتكر اشارات البيندنج مومنت بالبوزيتيف. البيندنج مومنت كنا بنقول ان هو بالبوزيتيف لما يكون دي للسهم لتحت. يبقى هو دون الايه؟ البوزيتيف بيندنج مومنت. طب هنا دي للسهم لتحت ولا لفوق؟ لفوق، فهيبقى هنا هو بالنيجاتيف. كلام جميل، بس باشمهندس اللي جنبها عايز اعمل نفس الحاجات اللي انا عملتها هنا اهو. هلف بزاوية سيتا في الاتجاه البوزيتيف. طب فين الاتجاه البوزيتيف؟ معلش يا جماعة انتوا فاهمين انا ليه عملت، في واحد سألني قال لي هي دي ايه لتحت ودي ايه لفوق؟ هو انا بمسك النقطة بلفها في الاتجاه البوزيتيف اللي هو اتجاه كلوك وايز، فلو انا مسكت النقطة دي لفيتها كده تطلع لفوق.
لو مسكت النقطة دي لفيتها في اتجاه الكلوك وايز لازم تحت. هو ده الاتجاه التوصل بتاع السيكا. هيتولد مومنت قيمته كام؟ كي 2 في سيتا 2. يبقى انا عندي ان هو قيمه المومنت بتساوي كي 2 سيتا 2. فين السهم تحت ولا لفوق؟ لتحت في باب الفصل. حد يا جماعه هيقدر يعني هيتلخبط في الحته دي؟ انا في كل مره بعملها بعمل ايه؟ انا بستنتجها باستنتاج منطقي، بعمل الديفورميشن، بشوف الفورس، بشوف الكيو او المومنت بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف. تعالوا نبتدي نقعد نحل مسائل بقى على اساس ان احنا نتدرب عليها. الفاينل اللي انت هتسلموه او الشيت المره الجايه مساله رقم 1 7 و2 وفي دبل اي وفي تريبل اي ومساله يناير 2017. مساله يناير 2017 هي اول مساله في الامتحان. هتلاقي فيها اربع مطالب، اول مطلوبين بس هم اللي عليك، المطلوبين التانيين هيبقوا درس في اخر السنه هنبقى ناخدهم، بس هم جم كلهم في سؤال واحد. جميل، تعالوا كده نبتدي نبص مع بعض. اول مساله جابني المسألة دي وبيقول لي استنتج معادلة الديفليكشن والسيتا والمومنت والشير، وقال لك ارسم لي المومنت والشير. لو انا دلوقتي يا جماعة عايز ارسم أي فانكشن في الدنيا هعمل إيه؟ لو عايز ارسم أي فانكشن في الدنيا هبتدي آخد مجموعة قيم للإكس وابتدي اعوض للشير والمومنت في معادله الشير ومعادله المومنت. فمثلا هاخد الاكس مره بزيرو ال على 5 2 ال على 5 3 ال على 5 4 ال على 5 وال. وبعد ما اخد مجموعه من النقط اعوض في معادله الشير، يبقى انا كده جبت القيم الخمس او الست قيم دول، جبت الست قيم بتاع المومنت. عايز ارسمهم هعمل ايه؟ اقوم راسم كده خط وموقع عليه الخمس نقط. بعد كده مثلا احط هنا قيمة 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 قيمة. وابتدي اوصل ما بينهم. يبقى كده هو انا هرسم اي فانكشن في الدنيا عن طريق الايه؟ الجدول اللي انا بعمله ده. جميل، يبقى لو قال لك ارسم اي حاجة في صعوبة في الكلام ده ولا سهلة؟ سهلة، مجرد ما تستنتج المعادلات بتعوض بس بكذا قيمة وترسم الايه؟ الكيرف. طب لو قال لك استنتج لي، طبعا انا من الرسمه هبقى عارف فين الماكسيمم بوزيتيف مومنت مثلا. لكن لو جاب مساله ما قالكش ارسم وجه قال لك ايه؟ هات لي الماكسيمم بيندنج مومنت البوزيتيف او النيجاتيف. تفتكر الماكسيمم بوزيتيف بيحصل فين؟ عند البوينت اوف ايه؟ اوف زيرو شير. يبقى انا لو انا عايز اجيب فين النقطه اللي هيحصل عندها الماكسيمم بوزيتيف مومنت هعوض او مساوي الشير بيساوي زيرو، اجيب قيمه الاكس وارجع اعوض فيه. يعني كلام قديم جدا خدناه من الماثيماتكس. طب تعالى نبتدي في المعادله هنا. هو عايز احل المساله دي، قال لك ان الاي اي ثابته وقال لك ان ال بتساوي ال اي. اول حاجه عايز اجيبها هكتب المعادله، بقول ان الاي اي التفاضل الرابع للديفليكشن بيساوي اللي هو دبليو اكس. طب هو هل دبليو اكس انا عارفها؟ يعني ايه دبليو اكس يا جماعه؟ الفانكشن بتاع اللود. هي معادله اللود هنا انا عارفها ولا مش عارفها؟ لا انا مش عارفها، هو مش مدهاني. خلاص؟ يبقى خلي بالك لما يجيب لك لود لينير مش هيدي لك المعادله بتاعته. يبقى انت على طول هتستنتج، استنتاجها بسيط جدا. هقول له ان انا على اي بعد مسافه اكس عايز اعرف قيمه اللود دبليو اكس، وانا عارف ان على طول ال قيمه اللود قيمتها دبليو، ده هو مداني. فهم قايل من تشابه المثلثات، او اجيب تاني الزاويه دي، او قايل دبليو اكس على اكس بتساوي دبليو على ال.
يبقى ال W اتش بتساوي كام يا جماعة؟ W على L فيكس. يبقى هي دي معادلة الايه؟ اللود. فارجع عوض بيها هنا اهو، يبقى ال W اتش هنا اهو دي بتساوي W على L فيكس. وهبتدي اعمل التكاملات بتاعتي. بأول خطوة لو جاب لك ده هو هيدي لك اللود، فخلاص انت هتكون عندك اللود تبتدي تاخده وتحل بيه. او لو جاب لك معادلة لينير مش هيدي لك الايه؟ معادلة اللود. طب ايه معادلة لينير تاني ممكن تجيلي؟ ممكن يكون يجيلي الشكل اللي هو الترابيزيان ده. مثلا يجيلي ده 2 وده 5. ازاي استنتج يا جماعة المعادلة بتاع الخط ده؟ هي بكل بساطة ان انا ممكن اقسمه لمستطيل ومثلث. مستطيل ده ثابت قيمته 2، والحتة اللي فوق دي قيمتها 3. يبقى انا هنا على اي بعد مسافة اكس هيبقى قيمة اللود قيمته كام؟ دبليو اكس بكام؟ هتبقى 2 زائد الحتة اللي فوق دي. الحتة اللي فوق دي تعالى نسميها اي رمز، نسميها يو مثلا. يبقى ال دبليو اكس هتساوي ال 2 زائد اليو. طب واليو دي تقدر تستنتجها زي ما عملت هنا ولا لا؟ هتبقى اليو على اكس بتساوي 3 على ال ال، يبقى انا كده جبت قيمه اليو. جميل، تعالوا طيب نكمل، عايزين نحل المعادله دي باشمهندس اللي عليه الدور. دبليو على ال اكس سكوير على الاثنين. خلاص كده؟ زائد سي واحد. اللي جنبه زائد سي 2. اللي جنبه اللي جنبه؟ فيبقى انا كده جبت كل الايه؟ المعادلات بتاعتي. بس قبل ما امشي من الخطوه دي لازم ابقى عارف الاول لما بعمل تكامل دي معادله ايه يا جماعه؟ غلط. النيجاتيف الشير. ودي معادله نيجاتيف المومنت. كلام جميل. طب انا كده خلصت المساله ولا لسه؟ لا لسه، انا لسه عايز ابتدي ايه؟ اجيب الثوابت دي. طب هجيب الثوابت دي ازاي؟ عن طريق الباوندري كونديشن. عند اكس بتساوي 0 عندي سبورت، وعند اكس بتساوي ال عندي سبورت تاني، وهي دي النقط اللي انا هجيب منها الباوندري كونديشن. باوندري معناها الحدود بتاعتي. ايه الكونديشن عند الحدود؟ جميل باشمهندس اللي عليه الدور، احنا وقفنا عند مين؟ اخر واحد وقفت اللي وراه. قول لي دلوقتي انا عندي السبورت ده نوعه ايه؟ عند اكس بتساوي 0 وعندي رولر سبورت. تعالى طيب ناخدهم الكونديشنز من تحت لفوق. هل انا عارف قيمه الفي؟ هي ايه الفي ده يعني؟ الديفليكشن. هل انا عارف الديفليكشن عند النقطه دي بكام؟ لا انا عارف. هو الرولر سبورت ده بيسمح بالحركه اصلا؟ ما بيسمحش بالحركه. يبقى الفي عنده بكام؟ يبقى الفي عنده بزيرو. طب تعالى نطلع النقطة اللي فوق. هل أنا عارف الثيتا بكام؟ ليه؟ عشان ده رولر سبورت فبيسمح بالثيتا. فعلى طول هطلع على معادلة إيه؟ يبقى أنا دايماً بربط المعادلة دي بالمعادلة دي، لو ما لقيتش الكونديشن هنا غالباً هلاقيه فوق، لو ما لقيتش الكونديشن هنا غالباً هلاقيه في المومنت. هل أنا عارف قيمة المومنت بكام؟ بكام؟ بزيرو. يبقى على طول هنا هو ما عنديش اي كونسنتريتد مومنت، يبقى المومنت بيساوي زيرو.
خلي بالك الكلام ده انت ممكن تحفظه على طول، بس انا بعمل ايه؟ بحب كل مره اقعد افكر فيه. ليه؟ عشان لو حصل في الامتحان مثلا وتوترت ما كنتش نايم كويس، فاقعد افكر تفكير منطقي هقدر اجيب كل حاجه. جميل؟ باشمهندس اللي جنبه، عند اكس بتساوي ال، عندي ايه؟ تعالى ناخدهم من تحت لفوق. هل الديفليكشن بيساوي زيرو؟ انا عارف كيرف الديفليكشن دي بتساوي زيرو. طب هل الفي داش او الثيتا بتساوي زيرو؟ عشان ده فيكسد سبورت، ده بيمنع كل الحركات، يبقى انا عندي الفي داش بيساوي زيرو. طبعا على طول اي فيكسد سبورت هيجي لي الفي والفي داش بيساوي زيرو، اي رولر الفي بتساوي زيرو والمومنت زيرو او كونست. طيب هبتدي ان انا اعوض في الايه؟ في الباوندري كونديشنز دي. طبعا يفضل ان انا اكتبهم على الرسمه على اساس ان انا ابقى شايفهم قدامي واخد درجتهم وبعد كده ابتدي اكمل حل المسائل. خلي بالك في بعض المسائل ممكن تجي لك في الامتحان يقول لك ايه؟ يقول لك هات لي المعادلات بدلاله الثوابت وبمجرد بس اكتب لي الباوندري كونديشن. يبقى مثلا السؤال يكون فيه خمس ست مسائل صغيرين وانت عمال تكتب الايه؟ الباوندري كونديشنز بس، مش بتحل المساله. فمن فضلك اي حد قبل ما يحل اي سؤال يقراه كويس، عشان ما تلاقيش نفسك عمال بتقعد تحل في تكاملات وهي اصلا مش مطلوبه. فاقرا السؤال كويس، ممكن يكون السؤال جاي لك بس اكتب مثلا معادله اللود وهات الباوندري كونديشن. الشخص اللي جنبه، تفتكر لو ابتديت اعوض بالباوندري كونديشن ابتدي عند اكس بزيرو ولا عند اكس بال؟ ليه؟ لما هعوض عند اكس بزيرو الاول هتطير ترمات اكتر. فاجي هنا وانا ابتدي اعوض ات اكس بتساوي 0 عندي البي بتساوي 0. فين معادله البي؟ اخر واحده. اقوم قايل اي اي في 0 ب 0 بتساوي 0 زائد سي 4. يبقى من هنا قدرت اطلع ان سي 4 بتساوي 0. جميل. باشمهندس اللي جنبه، ايه الباوندري كونديشن الثاني؟ المومنت بيساوي 0. فين معادله المومنت؟ اهي معادله المومنت بس ناقص واحد في زيرو، خلاص بزيرو. يبقى زيرو هتساوي زيرو زائد زيرو زائد سي 2. يبقى من هنا طبعت ان سي 2 بتساوي زيرو. جميل. باشمهندس اللي قاعد على الكرسي، ادخل على الباوندري كونديشن الثالث. عند اكس بتساوي ال، البي بتساوي زيرو. فين معادله البي؟ اهي. يبقى زيرو بتساوي W على L في L أس 5 على 120 زائد، أنا عرفت من هنا إن سي 2 وسي 4 أصفار، وممكن مش أعوض ولا في ده ولا في ده، دول أصفار خلاص. زائد سي 1 L أس 3 على 6 زائد سي 3 L. طب المعادلة دي هل أقدر أجيب منها سي 1 أو سي 3؟ لا، دي معادلة فيها مجهولين، فلازم أجيب معادلة تانية عشان أحلها. اللي بعده ال في داش بتساوي 0. فين ال في داش؟ عوض ال اس 4 على 24 زائد سي 2 طبعا ب 0، سي 1 ال تربيع على 2 زائد سي 3. خلاص يبقى انا كده المعادله، جبت المعادله رقم 3 والمعادله رقم 4 اقدر احلهم، سواء اجيب سي 1 بدلاله سي 3 وارجع اعوض، او ان انا احول المعامل اللي جنب سي 3 زي المعامل ده واطرحهم من بعض فاقدر اجيب الايه؟ سي 2. صعوبه طبعا المساله دي ان انا ليه مش هعرف احلها بالكالكوليتر؟ لان هي بالرموز. لكن لو جاب لك مثلا مساله في الامتحان بالارقام، خلاص المعادلات دي هتبقى ايه؟ كل الحاجات دي عباره عن ارقام، فتقدر ان انت تحلها ايه؟ على الكالكوليتور، تبقى ايه؟ سريع. حد شايف في صعوبه في المساله دي؟ خلاص تعالى ندخل على المساله اللي بعديها. حل المسائل لغايه الاخر، طبعا التكاملات هتبقى ما فيهاش مشكله، وبرده التعويض ده هو عباره عن حل معادلات مع بعض، فما فيهوش اي مشكله، احنا بس هنركز على ان احنا نجيب معادله اللود ونتاكد ان احنا بنجيب الباوندري كونديشنز مظبوط. جاب لك نفس المساله بس طبعا حولها لارقام، قال لك انا عندي مساله طولها ال، قال لك ان الاي اي كونستانت من اول المساله لاخرها، عندي في الاول بدل الرولر
سبورت بايند سبرينج، وقال لك ان الاستيفنس بتاعت السبرينج ده قيمته هي اي اي على ال تكيف. طب هو ايه يعني؟ ايه المشكله يعني؟ اعمل ايه؟ بكل بساطه ان هو قال لك جابها لك بدلاله الاي اي بتاعت البيم. طب الاي اي انا عارفها ب 1000، طب والال بكام؟ ب 10. فاي اي على ال تكيف بكام؟ 1000 على 1000 بواحد. هل هتتخض ان هو يجيبها لك بواحد؟ او ان هو يقول لك عوض بدلاله الاي اي والكلام ده ولا لا؟ خلاص يعني تعويض مباشر، مش بعمل اي حاجه. خلاص وجاب لك ان الاي اي ثابته واللود بقى ارقام والال بقت رقم برضه. قال لك ايه؟ قال لك انا عايز المومنت والشير عند الفيكسد سبورت، عايز الرياكشن في السبرينج، وعايز قيمه الديفورميشن عند السبرينج. خلي بالك هو ما قالكش استنتج لي المعادلات، بس هو قال لك هات لي قيم. طب والقيم دي هجيبها منين؟ لازم الاول اجيب المعادلات واجيب الكونستنت بتاعتها، بعد كده اعوض. لو انا عايز اجيب الشير والمومنت في النقطه اللي في الاخر هعوض الاكس بكام؟ ال او 10. طب لو انا عايز اجيب الديفليكشن عند النقطه اللي في الاول دي هعوض في معادله البي عند اكس بتساوي 0. طب لو عايز اجيب الفورس اللي في السبرينج اعوض في معادله الشير، او حد يقول لي حل تاني من الديفليكشن اللي انا جبته لو ضربته في الكي هيديني ايه؟ هيديني الاكشن. يبقى انا ممكن اعوض اجيب معادله من معادله شير اجيب الفورس اللي في السبرينج، او باستخدام ان انا اجيب الدلتا واضربها في البي في الكي معلش. طب معادله اللود فيها مشكله؟ احنا وقفنا عند مين؟ جميل. عايز استنتج معادله اللود. جميل، بنفس المنطق هاخد على بعد مسافه اكس، يبقى عندي دبليو اكس، يبقى دبليو اكس على اكس بتساوي 3 على 10. يبقى دبليو اكس هتساوي 0.3 اكس. ايه الصعوبه في كده؟ في مشكله ان انا اعوض يا جماعه في المعادله التفاضليه للبيمز واكمل الحل ولا لا؟ عادي جدا زي المساله اللي احنا لسه عاملينها، بس الميزه هنا ان هي بدل ما كانت بالرموز بقت بارقام. ايه هي الباوندري كونديشنز الباشمهندس اللي جنبك؟ الحته السهله اللي انت عايز السهل اعملها. جميل باشمهندس، جه قال عند الفيكس دي حاجه سهله، حاجه معروفه. جمال عند اكس بتساوي 10. قال الفيكس سبورت دون بيمنع الفي وبيمنع برضه السيتا، بس احنا بنسميها الفي بتساوي 0 والفي داش بتساوي 0. خلي بالك هي نفس المساله اللي فاتت. ما هو فيكس اي فيكس سبورت هيكون عنده الفي والفي داش بيساوي 0. باشمهندس اللي جنبه، عندنا سبرينج لينير سبرينج. خلاص في كونديشن انت عارفه على طول كده من غير ما تفكر، ايه هو؟ الرياكشن كيف دلتا. لا بس ده صعب. السهل على طول ايه؟ ان الفي بتساوي 0. هل السبرينج بيمنع الديفورميشن؟ لا، يبقى الفي مش بتساوي 0. بشانس جه قال السبرينج ده يا جماعه في اي حاجه بتقاوم الروتيشن؟ مفيش حاجه بتقاوم الروتيشن. وما عنديش كونسنتريتد مومنت خارجي، يبقى المومنت بيساوي كام؟ 0. يبقى اد اكس بتساوي 0. انا عارف ان المومنت بيساوي 0. بعد كده بقى الباشمهندس اللي وراه، تعالى بقى نبتدي نستنتج الكونديشن اللي عند السبرينج ده. هنستنتجه ازاي؟ لا في قواعد كده اهو. خلاص الاستيفنس دون الكي بتساوي اي اي على ال، ده رقم. هو ليه ستيفنس كي؟ سبرينج ليه ستيفنس كي، عايز اجيب الباوندري كونديشن عنده. اللود، خلاص اللود انا جبته وعملت التكاملات وكل الكلام ده كلام لطيف. ايه الباوندري كونديشن؟ بعمله ازاي؟ انا عارف ان انا لما بعمل ديفورميشن يتولد فورس. طب اعمل الديفورميشن دي ازاي؟ نحفظ الخطوات مع بعض. بعمل ديفورميشن في الاتجاه البوستر. فين الاتجاه البوستر؟ لتحت. هعمل ديفورميشن في الاتجاه البوستر، هسميها دي واحد. ايه اللي هيحصل يا باشمهندس؟
هيتولد فورس عكس الديفورميشن قيمتها كيف دلتا. فمثلا هي ما عنديش غير كي واحده، فهيبقى عندي انا هو الفورس قيمتها كي في في واحد. يبقى قيمه الشير اللي عند النقطه دي بكام؟ هي عباره عن الكي. انا عارف ان الشير عباره عن كي في البي. طب بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ من الشمال وطالع يبقى بالبوزيتيف. سهله ولا صعبه؟ انا بعمل ديفورميشن، الفورس بتكون عكس ديفورميشن، بشوف اشاره الشير او المومنت سواء بالبوزيتيف او بالنيجاتيف. جميل. المساله دي يا جماعه حد شايف فيها صعوبه ولا هي خلصت كده خلاص؟ خلصت. اللي باقي كله هو عباره عن ايه؟ معادلات، وعمال بعمل تكاملات وارقام. انا ادخل على المساله اللي بعدها. ما انا عندي اتجاهات الفصل ده اكس وده واي. هي احنا حطيناها كده اهو واستنتجنا كل المعادلات على الاساس ده. تعالى ناخد المساله اللي بعديها، وهي مساله لطيفه جدا. المساله بالشكل ده، وقال لك قعد يشرحها لك، قال لك عندي يونيفورم بيم سبورتد في الاول على انجل سبورت، وعندها روتيشنال سبرينج، والروتيشنال سبرينج دي قيمتها اي اي على ال. حد عنده مشكله يا جماعه ان هو يعوض بالاي اي والال بتاعت المساله؟ لا عادي جدا. وقال لك ان هي سبورتد في الاخر بشير هنج سبورت، ولا شير هنج او جايد دي خلاص انا فهمته. بيعمل ايه يا جماعه ده؟ بيمنع عني حركتين، بيمنع الحركه في اكس وبيمنع الايه؟ الروتيشن. طب هل الواي في مشكله بيمنعها؟ لا، بيسمح بالحركه في واي. جميل. فابتدي يقول لك ايه؟ وقال لك المساله دي ما عليهاش لود، بس هو كل اللي حصل ان هو جه انا حط لك هنا هو قال لك ان حصل هنا روتيشن الفا بتساوي 0.001. رينج. طب مش احنا لسه قايلين من لحظه ان السبورت دون بيمنع الروتيشن؟ هو ازاي يجيب لي ان هو لف؟ يا جماعه ده هو اصلا ما بيلفش، ازاي لف؟ تعالى كده هشرح لك مثال بسيط. تعالى تخيل كده ان واحد قاعد في عماره. ثانية واحدة. واحد قاعد في عماره، والعماره دي احنا عارفين طبعا ان هي بتبقى سبورتد على ايه في الاخر؟ على الفاونديشنز بتاعتها او الفوتنجز بتاعتها، ودي طبعا بتكون مدفونه تحت الارض. جميل. طب تفتكر ان انا دلوقتي يعني الفوتنج دي هل بتتحرك ولا ما بتتحركش؟ لا ما بتتحركش، يعني الفاونديشن بتاعها ان هي ايه؟ ما ينفعش تتحرك. هي عامله اكنها فيكسيشن للايه؟ للعمود ده من تحت تقريبا يعني. خلاص بعد كده جه الاحمال هنا هو الموجوده والناس عايشه والعماره زي الفل. جه الراجل اللي في العماره الارض اللي جنبه، صاحب الارض اللي جنبه، قرر ان هو يبني البيت. وقام جاب مقاول، فالمقاول ده قال له ايه؟ خلاص ده احنا عشان نحط الاساسات لازم نبتدي نحفر. فابتدوا يحفروا الايه؟ الارض، علشان يحطوا الاساسات. فاول لما ابتدوا يحفروا الارض العماره شرخت. هو ايه اللي حصل يا جماعه؟ هي العماره دي جالها احمال زياده؟ يعني هل بنوا دورين زياده مثلا؟ لا. امال ايه اللي خلى العماره تشرخ؟ نتيجه ان اصلا السبورت ده هو مرتكز على السويل. وحصل ان انا جيت عملت خلخله، ان انا شلت السويل ده من هنا هو، فابتدى السبورت ده ينزل لتحت. القعده دي كلها على بعض نزلت لتحت. حصل لها فورس ديفورميشن. يبقى خلي بالك ان القعده دي في الطبيعي ان هي ما بتتحركش. الشير هنج ده او الجايد ده ما بيلفش. بس ايه اللي حصل؟ انا مسكته بالعافيه وخليته يدور. يبقى في حاجه خارجيه مسكته وخليته ايه؟ يدور. وطول ما الاستراكشر بتاعي انديترمنت هيتولد فيه اجهادات اضافيه. طول ما الاستراكشر بتاعي indeterminate هيتولد فيه ايه؟
ستريسز ولودز اضافيه. خلاص انا بس كل ده شرحته ده عشان اشرح لك بس، ما حدش يجي يقول لي باشمهندس هي اصلا ما بتدورش، هو ازاي دارت؟ جميل. تعالى تاني نكمل بقى. المساله دي اللود عليها بكام؟ هل عليها اي ديستريبيوتد لود او يونيفورم لود؟ مالهاش اي حاجه. يبقى الاي اي في البي اس 4 داش بتساوي زيرو. كلام جميل. طب عايز اعمل التكاملات بتاعتي، يبقى الاي اي في البي اس 3 داش سي 1، اي اي بي اس 2 داش سي 1 اكس زائد سي 2، اي اي في البي داش سي 1 اكس سكوير على 2 زائد سي 2 اكس زائد سي 3، اي اي في البي سي 1 اكس تكعيب على 6 زائد سي 2 اكس زائد سي 3 اكس على اكس سكوير على 2 اكس زائد سي 4. انا بس عايز اعمل المساله دي عشان نشوف فكره معينه فيها. خلاص عملت التكاملات بتاعتي، طبعا هو عارف ان ده نيجاتيف الشير وده نيجاتيف المومنت. عايز اشوف الباوندري كونديشنز اللي عندي. احنا وقفنا عند مين؟ جميل. قول لي يا باشمهندس ايه هي الباوندري كونديشنز؟ اختار الحاجه السهله. باشمهندس دي قال انا هبتدي من عند الجايد سبورت اف اكس بتساوي 10. عندك ايه؟ اول حاجه الباشمهندس جه قال انا عندي مفروض ان السيتا بتساوي زيرو، بس هنا هو لقى ان السيتا بتساوي كام؟ 0.001. معلش دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يبقى بالموجب ان هي مع اتجاه عارف ساعه او من اكس للواي. طب ايه الكونديشن الثاني؟ الباشمهندس بص هنا هو ما لقاش عنده اي كونسنتريتد لود، فقام قايل ان الشير بيساوي زيرو. اللي جنبه باشمهندس جه قال ايه؟ قال انا عندي هنجد سبورت، فانا هبتدي ايه؟ ابتدي بالاول، بس الهنجد سبورت دي معاها روتيشنال سبرينج. اول حاجه الهنجد سبورت، تعالى نبتدي الاول بمعادله البي. البي بتساوي زيرو، في اي حاجه حصلت يا جماعه؟ حد شايف ان حاجه غير ان البي بتساوي زيرو؟ لا. فانا قايل ان اكس بتساوي زيرو، عندي البي بتساوي زيرو. بعد كده تعالى نبص، هي الهنجد سبورت دي لو من غير الروتيشنال سبرينج كان ايه اللي هيحصل؟ كان ان المومنت بزيرو. طب لما حطيت الروتيشنال سبرينج، يبقى انا لما حطيت الروتيشنال سبرينج المومنت ما بقاش بيساوي زيرو، المومنت بقى بيساوي كام؟ كي في السيتا. خلاص. طب ازاي بس استنتج الاشارات عشان ما تتلخبطش؟ هعمل السيتا في الاتجاه البوزيتيف بتاعي، هسميها سيتا واحد بس. ايه اللي هيحصل في المومنت؟ هيتولد مومنت عكس السيتا قيمته ك في سيتا. لا خلي بالك انا هنا هو حطيت الايه؟ القيمه والاتجاه بتاعه. بعد كده هرجع ابتدي اكتب بقى هنا الكونديشن هنا ايه؟ هم قايل يبقى عند اكس بتساوي زيرو المومنت بيساوي كام؟ ك في سيتا، بس الاشاره دي بالايه؟ بالنجم، لان دي لسه لفوق. خلاص انا جبت كده الاربعه باوندري كونديشنز، عايز ابتدي احل. عايز احل الاربعه، طبعا هبتدي عند اكس بزيرو ولا عند اكس بتساوي ال؟ دايما بحب ابتدي عند اكس بتساوي زيرو. ات اكس بتساوي زيرو، عندي البي بتساوي زيرو، معادله البي اللي هي ديت، يبقى على طول ان السي 4 هتساوي زيرو. انا بحل بسرعه عشان خلاص الخطوات دي احنا ايه اتدربنا عليها كتير. ات اكس بتساوي زيرو، عندي ان المومنت بيساوي ناقص الكي في السي. طب هو المومنت فين معادله المومنت؟ اللي هي انهي دي؟ سي 1 اكس زائد سي 2؟ غلط. دي معادله نيجاتيف المومنت. طب انا هنا هون يا جماعه لازم محدش ينسى الحته دي. اقوم قايل هو نيجاتيف سي 1 في زيرو، خلاص بزيرو، زائد سي 2 بتساوي ناقص الايه؟ كده يا جماعه رقم قلت لك هتقدر تحسبه، هو قال لك ايه؟ بس هنعوض فيه كده كده هيروح، بس لازم نعوض عشان ما نتلخبطش. طب والسي ده؟
فين معادلة الثيتا؟ معادلة الثيتا هي في داش اللي هي دي؟ اعوض هنا هون بسي واحد زي سي اتنين زي سي تلاتة بس؟ الفي داش دي يا جماعة مضروبة في اي فيبقى هنا هون لازم اعمل ايه؟ هو قال ان الفي داش هي واحد على اي اي مضروبة في سي واحد في صفر زي سي اتنين في صفر زي سي تلاتة خلاص؟ بس الحاجتين اللي انا خدت بقولها خد بالك منهم ان يعني دي معادلة ناقص المومنت وان الفي داش دي هي مضروبة في الاي اي فلو انا عايز اجيب الفي داش لازم اقسم على الاي اي خلاص معادلة فيها مجهولين لطيفة جدا يبقى انا عندي هنا هون السي 2 بتساوي كي على اي اي سي 3 دي معادلة رقم 2 انا عمال بحل المسألة دي لغرض انا عايز اقوله لك ايه الباوندري كونديشنز التانيين؟ اد اكس بتساوي 10 او ال عندي ان الزيتا بتساوي 0.001 يبقى انا عندي الاي اي في 0.001 بتساوي السي 4 خلاص بتساوي 0 فهي خلاص يبقى سي 1 في 10 تربيع او ال تربيع على 2 زائد سي 2 ال زائد سي 3 وقاد اكس بتساوي ال عندي الكيو بتساوي 0 يبقى على طول الكيو معادلة الكيو يبقى على طول السي 1 بتساوي 0 يبقى انا ممكن اقول ان ده خلاص بيساوي 0 ودي المعادلة الثانية اللي بتربط السي 2 بالسي 3 يبقى انا عندي باستخدام المعادله 2 والمعادله 3 اقدر احلهم مع بعض واجيب ايه؟ سي 2 وسي 3 وخلاص يبقى كده المساله خلصت بس تعالى نشوف بقى المقاليد هو قال لك طبعا اول مطلوب قال لي درايف اكسبريشن فور بيندنج مومنت اند شيرنج فورس الكلام ده احنا عملناه وحتى قال لك البيندنج مومنت بس بعد كده بيقول لك هات لي قيمه البيندنج مومنت عند ال 2 انس بتوع البيم ازاي يا جماعه اجيب قيمه البيندنج مومنت عند ال 2 انس؟ اعوض في معادله المومنت عند اكس مره بتساوي 0 ومره عند اكس بتساوي ال. طب خلي بالك هو انا طلعت السي 1 بتساوي كام؟ السي 1 طلعت بتساوي 0 يبقى خلي بالك ان المومنت في الاول والاخر هيطلع رقم ايه؟ هيطلع رقم ثابت. خلاص. تعالى بقى نبص اللي جايه دي. بيقول لك وهي دي اللي انا عايز اقول لك عليها وفكره المساله. هي السبرينج دي يا جماعه قيمتها بتتراوح من كام لكام؟ من زيرو، زيرو دي معناها ان هي سبرينج ضعيفه او مش موجوده خالص لما لا نهايه. تمام؟ طب هو يعني ايه يا جماعه اقول ان انا عندي روتيشنال سبرينج قيمتها ما لا نهايه؟ ان هي بتمنع الروتيشن. يبقى لو انا عندي هنجة سبورت وحطيت عليها روتيشنال سبرينج قيمتها ما لا نهايه يبقى اكنها ايه بالظبط؟ اكنها فيكسد سبورت يبقى الروتيشن عندها بزيرو. فهو ده السؤال اللي قاله لك. قال لك هات لي قيمه البيندنج مومنت عند ال 2 انس برضه. بس عن طريق تغيير صغير قوي. ان انت تخلي الروتيشنال ستيفنس توصل لانفينيتي. يعني قال لك حل لي المساله تاني وهات لي قيمه المومنت في الاول وفي الاخر لما السبرينج تحصل فيها ايه؟ قيمتها توصل لما لا نهايه لما الكي يبقى خلي بالك ده سؤال تاني لما الكي تقول لما لا نهايه طب خلينا تعالى كده نبص احنا هل هنحل هنرسم مساله جديده ونقعد نحلها؟ ولا هل هنستخدم حاجات من اللي احنا عملناها هنا؟ تعالى بص هل اللود هيتغير؟ يبقى كل الكلام ده مش هيتغير خلاص بس الثوابت دي هتبقى ايه زي ثوابت جديده يعني مثلا هتبقى سي 1 داش سي 2 داش سي 3 داش طيب هل الباوندري كونديشن هنا هيتغير؟ لا مش هيتغير عشان انا ما غيرتش اي حاجه هنا
طب هل الباوندري كونديشن ال v بتساوي 0 هيتغير؟ لا. امال ايه الباوندري كونديشن الوحيد اللي هيتغير هنا؟ ان ال k بتساوي ما لا نهايه. يبقى ايه اللي هيحصل في الثيتا؟ هو انا ينفع اعوض هنا ب k بتساوي ما لا نهايه يا جماعه؟ طب ايه رايك؟ ممكن اعوض عن ال k بما لا نهايه في المعادله دي؟ يبقى انا لو جات لي اي حاجه عايز اعوض عن ترم بما لا نهايه اقسم عليه، فلما اقسم عليه يحصل ايه؟ الترم ده يبقى بزيرو. يبقى انا كاني بقول ان الثيتا بتساوي زيرو. طب تعالى نقول ايه؟ خلاص يبقى انا هنا فهمت ان هو ده الكونديشن الوحيد اللي هيتغير. يبقى عند اكس بتساوي زيرو هو ده الكونديشن الوحيد اللي هيتغير، ان العلاقه سي 2 ان سي 2 بتساوي كي على اي اي في سي 3. ينفع اعوض عن الكي بتساوي ما لا نهايه هنا؟ اقلبها الناحيه الثانيه. يبقى اي اي على كي في سي 2 بتساوي سي 3. يبقى سي 3 هتبقى بتساوي كام يا جماعه؟ يبقى سي 3 هتساوي زيرو. طب اقدر اجيب السي 2 من المعادله دي؟ لو السي 3 بتساوي زيرو يبقى السي 2 بتساوي كام؟ اي اي مبنيا على ال. يبقى انا جبت السي 2 المعادله. طب لو انا جبت السي 2 يبقى انا عرفت قيمه المومنت في الاول وفي الاخر ولا لا؟ خلاص. يبقى خلي بالك في مسائل هتجي لك هي مجرد فكره، انت تشوف ايه الحاجه الوحيده اللي هتتغير وتمشي وراها في المساله. فتلاقي نفسك ان انت بتحل مساله في دقيقه، عكس واحد هيعمل ايه؟ هيقول يبقى المساله دي اتحولت لفيكسد جايدد. وانا هبتدي احلها من الاول خالص. هما الاثنين هيحلوا المساله صح. بس ده ربما ياخد وقت اطول. وانتوا عارفين ان وقت الامتحان بيكون ماله؟ محدود. الخط الشمال هو في سبرينج لما كده اشوف المومنت دي اكس يعني ما بصيتش ما هو عشان الاثنين موجودين في نفس الوقت. يعني بمعنى ايه؟ ان النقطه دي لو هنجت سبورت لوحدها الطبيعي ان انا عندها بيحصل روتيشن. طب لو جيت حطيت لها سبرينج هيحصل روتيشن ولا لا؟ هيحصل بس هيبقى اقل. يعني بمعنى ايه؟ لو الروتيشن مثلا اللي كان بيحصل ده كان انا هقول اي ارقام خمس درجات وجيت حاطط لها روتيشنال سبرينج، الروتيشن ده هيبقى كام؟ درجه مثلا. فهو في روتيشن بس الروتيشن اقل كتير، وطالما الروتيشن اقل ففي مومنت ان هو متولد اللي هو كانت كوكاسي. هو كده ايه لازمه الهنج؟ الهنج سبورت ان هي بتمنع الحركه الراسيه. تعالوا كده ناخد فكره المساله اللي جايه. لو جات لك اي مساله يا جماعه حصل فيها الحاجات اللي انا هقول لك عليها. حصل ان الاي اي بتاعتي اتغيرت، مش فاهمين بلاش كلام. او حصل ان كان في عندي جزء فيه ديستريبيوتد لود والجزء الثاني ما بقاش فيه. او قيمه الديستريبيوتد لود اتغيرت من نقطه لنقطه او من مكان لمكان. او جه بقى عندي كونسنتريتد لود في اي نقطه في البيم. او جه بقى عندي كونسنتريتد مومنت في اي نقطه في البيم. يبقى خلي بالك الاي اي اتغيرت او اللود اتغير او ان حصل بقى عندي كونسنتريتد لود او كونسنتريتد مومنت. ايه اللي هيحصل في المسائل دي؟ هقول ان المساله بتاعتي مش هينفع احلها حته واحده لان الكونديشن بتاعي اتغير. الا في حالتين. ايه هما الحالتين دول؟ ان مثلا اللود دي في النص بالظبط على بعد ال عن الاثنين وال عن الاثنين، او ان المساله تكون محققه التماثل او السيمتريه. والتماثل ده معناه التماثل في الشكل والابعاد والاحمال والباوندري كونديشن. فهقول ايه؟ يبقى انا اقدر ان انا اخد نص المساله بس
واقوم حاطط جايدد سبورت عند الايه؟ النقطة اللي في النص ديت. ولو عندي كونسنتريتد لود بي اقوم واخده بنتو بي على الاثنين. الحاجة التانية ان انا يكون عندي برضو المسألة فيها كل التماثل بس عندي كونسنتريتد مومنت في النص. كونسنتريتد مومنت في النص ده ما بيحققش التماثل بس بيبقى حاجة اسمها سكيو سيمتري او تماثل عكسي. بيحصل ايه؟ بقوم واخد برضو نص المسألة بس واقوم حاطط هنجد سبورت. وبدل ما كان عندي المومنت ام هاخده ام على الاثنين. طب لو اللود ده مش في النص او المومنت ده مش في النص يبقى هضطر ان انا احل المساله على جزئين. وهو دي المساله اللي احنا هناخدها دلوقتي. في نفس الاتجاه بتاع الام دي. انا خدت ما هو المومنت ده بيأثر على النقطه دي يعني. يبقى انت خدت من بره وام على الاثنين. المساله دي هي مساله رقم 1-7 اللي انت هتحلها في الشيت. جاب لك المسألة دي وابتدى قال لك حل لي المسألة دي. نتيجة إن أنا عندي بقى في كونسنتريتد مومنت والكونسنتريتد مومنت ده مش موجود في النص فمش هقدر إن أنا آخد نص المسألة وأحط هنش سبورت. فابتدي أقول إن المسألة بتاعتي دي هتبقى جزئين تبقى تو بارتس. هبتدي أقسم الصفحة بتاعتي نصين وأبين إن أنا عندي البارت الأولاني ده بارت رقم أي والبارت التاني ده اللي هو دبل أي. ابتدي حلو تمام البارت اي مثلا الاكس بتاعتي بتتراوح من كام لكام؟ الاكس بتاعتي بتتراوح من 0 ل 2 ال على 3. طب بارت 2 الاكس بتاعتي بتتراوح من 2 ال على 3 ل ال. اللود في البارت الاولاني بكام؟ ما عنديش اي يونيفورم لود فاللود بكام؟ بزيرو. تي اي في الدي اس 4 داش بتساوي زيرو. بس دايما هعمل سبسكرايب اي. ليه؟ لان اي حاجه هنا هون هي في انهي بارت؟ اي. فلازم كل حاجه تبقى فيها ايه؟ الاي. اقعد اعمل التكاملات بتاعتي هيطلع لي هنا هو 4 ثوابت. طيب اللود في الجزء الثاني عباره عن ايه؟ زيرو برضو. فهبتدي اعوض في المعادله زيرو واعمل التكاملات بتاعتي بس هنا هيطلع لي ثوابت قيمتها كام؟ يطلع لي الثوابت الثانية من سي 5 لسي 8. فيبقى انا عندي يا جماعة كام كونستانت؟ عندي 8. فانا لازم اطلع 8 باوندري كونديشن. فتعالوا كده نبتدي نطلعها مع بعض. عند اكس بتساوي 0. انا عندي فيكسد سبورت فهو مايل على طول ان البي والبي داش بيساوي صفار. بس دول انهي بارت يا جماعة؟ بارت واحد. وعند اكس بتساوي ال بس ده البارت 2. طب انا كده جبت يا جماعه كام باوندري كونديشن؟ 4. يبقى انا فاضل لي كام؟ فاضل لي 4 تانيين. طب هجيبهم منين؟
دايما هجيبهم من النقطة اللي بتفصل بارت واحد عن بارت اتنين. طب هجيبهم ازاي يا جماعة؟ هقول لك بكل بساطة، النقطة دي لو حصل لها ديفورميشن عند النقطة دي، هل لو جيت قست الديفورميشن من ناحية الشمال هيختلف لو جيت قست الديفورميشن من ناحية اليمين؟ ليه مش هيختلف؟ عشان لو اختلف يبقى البيم دي اتكسرت، فما ينفعش معايا يختلف. فاهم ايه ال اكس؟ فاهم ايه ان الفي اي بتساوي في بابل اي؟ يبقى دايما هيكون ان الفي من الشمال بتساوي الفي من اليمين. طيب هل لو انا جيت عملت مماس للنقطه دي وجيت قلت لك قسم الزاوية من ناحية الشمال وقسمها من ناحية اليمين، هل هتختلف؟ لا، عمرها ما هتختلف طالما انا عندي ايه؟ يعني طالما ما عنديش انترميديت هنج عمرها ما هتختلف، يبقى يعني دايما هيبقى الفي داش بتساوي الفي داش. يبقى دايما يا جماعة طالما عندي الفي كونتينيوس يبقى الفي واحد هتساوي الفي اتنين والفي داش هتساوي الفي داش اتنين. تعال نبص على اخر حاجة، اخر حاجة ان انا هبتدي اعمل اتزان للشير والمومنت عند النقطة دي. هبتدي امسك النقطة دي واقوم قايل هشوف ايه اللودز اللي عليها. انا ما عنديش لودز عليها غير ايه؟ غير مومنت تمتو ام نو. وهبتدي اقوم قايل انا لو عندي شير من ناحية الشمال هيبقى من الشمال وطالع ومن اليمين ونازل. ولو عندي هسميه كيو واحد ده هسميه ام واحد. ولو عندي مومنت هيبقى من ناحية الشمال ومن ناحية اليمين كيو 2 وام 2. واحد هيسألني يقول لي ليه يا باشمهندس عملت الشير والمومنت بالاتجاهات دي؟ ليه الشير من الشمال وطالع ومن اليمين ونازل؟ وليه لما جيت عملت المومنت خليت دي لسه من تحت؟ لأن هي دي الاتجاهات الايه؟ البوستل بتاعة الايه؟ الشير والمومنت. طب وبعد كده هو انا هعمل ايه؟ هبتدي اخد سيجما اف واي وسيجما المومنت. لو جيت خدت سيجما اف واي عند النقطة دي بتساوي زيرو، هيطلع ان كيو واحد ناقص الكيو اتنين بتساوي زيرو. يبقى الكيو واحد هتساوي ايه؟ كيو واحد هتساوي كيو اتنين. وخلي بالك هو ده الباوندري كونديشن التالت. طب لو خدت سيجما المومنت حوالين النقطة دي بتساوي زيرو، وليكن هاخد ده الاتجاه البوزيتيف، يبقى عندي ام واحد زائد ام نوت ناقص ام 2 بتساوي 0. انا عندي ام 1 زائد ام نوت بتساوي ام 2. وهو ده الباوندري كونديشن الرابع. يبقى خلي بالك دايما هتلاقي ان ال في وال في داش بيساوي بعض. طب والشير والمومنت هترسمهم وتعمل اتزان سيجما اف واي وسيجما المومنت. تعال ناخد فكره اخر مساله. بصوا يعني انا جيت يوم السبت، انتوا اللي ما جيتوش. فهي دي مشكلتكم. أنا ممكن ما أشرحهاش، تحبوا نخلص وأنتوا تحلوها؟ أه فيها فكرة صعبة. بصوا أنا هشرحها سريعًا، يعني ممكن ما نقعدش نعوض الـ boundary conditions مع بعض، بس إيه؟ جميل. المسألة امتحان 2017 هتلاقوها في الملزمة الجديدة اللي هي الدكتور نزلها، خلاص؟ لو حد ما لقاهاش امتحان 2017 غالبا هيكون الراجل بتاع المطبعة نسي صوره أو اداله نسخة قديمة. فأنت بكل بساطة روح قول له أنا عايز الامتحان بتاع 2017 عشان في نسخ موجود فيها ونسخ لأ. ولا لسه؟ حضور يا جماعه حد كتب ورقه؟ جميل، الصف ده يكتب ورقه بسرعه والصف ده يكتب ورقه بسرعه. كل واحد يا جماعه يكتب اسمه بسرعه. المره الجايه يا جماعه اخر معايا تقدر فيه تاخد الغياب بتاعك هيكون ربع ساعه، انا عارف ان الاولى بتبقى صعبه والدنيا زحمه. بس طالما في ناس بتقدر تيجي قبل 8:30 فاحنا هندي ربع ساعه كمان لاي ظروف هتحصل. بعد الربع ساعه دي محدش هياخد اي الغياب بتاعه. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ جميل. لا هي ربع ساعة بس.
خلي بالكم ان اللي هيجي بعد ربع ساعه هيدخل عادي، بس اكنه مش موجود بالنسبه لي. يعني هو بالنسبه لي ولا هساله ولا هيسالني ولا هيعمل اي حاجه، بس مجرد بيتابع ليه الموضوع. مسائل يا جماعه الشريط هتتسلم كل الرسومات اللي فيها بالقلم الرصاص والمسطره. الورق كله يكون متساوي، اول ورقه تكتب عليها اسمك والسكشن والبنش نمبر، ومتدبسه دبوس واحد خلاص، وما تحطهاش في كفر، ما تحطهاش في فايل، ما تحطهاش في اي حاجه، هو مجرد الورق دوت بتدبس مع بعض وتسلموه خلاص. حد عنده مشكله برضه في الكلام ده؟ جات في امتحان السنه اللي فاتت وقال له باستخدام التماثل وباستخدام ان انت هتاخد الجزء اليمين من المساله حل البيم دي باستخدام المعادلات التفاضليه. هنعمل ايه؟ خلي بالك ان المساله دي كان موجود فيها ان هو رولر، ما كانش موجود الناحيه الثانيه. هل الرولر دون ما يحققش التماثل ولا يحققه؟ نظريا ما يحققوش، لان انا كده بقى عندي كونديشن في الاكس هنا مختلف عن الاكس هنا. بس هل يا جماعه واحنا بنحل جبنا سيره الاكس دي معانا خالص؟ هو مجرد ان هو حط الرولر ديم عشان تحقق الاستابيليتي، يعني تخلي الايه؟ البيم ده ما تتحركش في اتجاه اكس. لو كان حطها من الناحيتين برده ولا كانت هتفرق معايا، لان انا كده كده مش بدرس ايه يا جماعه؟ مش بدرس اتجاه اكس. فهاجي بكل بساطه ان انا هبتدي اخد النص اليمين دون وابتدي احل. عندي هنا هو روتيشنال سبرين، وعندي اللود ده 1 طن 5 طن، عندي اللود الكونسنتريتد لود ده بدل ما هو 10 هيبقى 5، ومفروض بحط ايه في النص يا جماعه؟ هقوم حاطط جايدد سبورت. خلاص كده ولا في حاجه ناقصه؟ لا في حاجه ناقصه. هو كان قايل لك ان انا عندي في النص ان هو في لينك ممبر. اللينك ممبر ده هيبقى على طول ايه يا جماعه؟ هيبقى على طول سبرينج. وجه ادالك الكروس سكشن بتاعه، هو ما قالكش الستيفنس بتاع السبرينج دي كام. ادالك الكروس سكشن بتاعه، وكان قايل لك ان الاي بتساوي 2100، ممكن يكون في مطلوب تاني بعديها، بس هو مديلك ان الاي في المساله بكده. مديك الاريا، ومديك الطول بتاع اللينك ممبر. يبقى انت هنا هو الاستيفنس بتاع السبرينج ده انت عارفها ولا مش عارفها؟ انا عارفها ان الكي بتساوي اي في ايه على ال اللي هي مسميها هنا هو اتش اي ايه على اتش. كلام جميل؟ طيب لما اجي اخد نص المساله هاجي اقوم حاطط السبرينج هنا هو، السبرينج ده قيمه الاستيفنس بتاعته هتبقى بكام؟ هتبقى كي على الاثنين. كلام جميل؟ طب لو جه في المطلوب الثاني قال لك هات لي الفورس اللي موجوده في السبرينج، وانت وليكن مثلا جبت الفورس اللي كانت موجوده هنا اهو طلعت ب 10، يبقى الفورس اللي في اللينك ممبر او في السبرينج الحقيقي بكام؟ ب 20. خلاص؟ ايه الباوندري كونديشن بتاع المساله دي؟ طب ايه رايكم اعمله لكم انا وانتم تفكروا بيه في البيت؟ أول حاجة أنا عندي جايدد سبورت هنا هو في النص، فيبقى على طول إن أنا عارف إن الـ V داش بتساوي زيرو. عندي هنا هو روتيشنال سبرينج ومفيش أي حاجة بتمنع الحركة في واي، فأنا عارف على طول إن هنا الشير بيساوي زيرو. خلاص دي حاجات منطقية. بعد كده هيبتدي عندي سبرينج قيمة الـ K بتاعته بتساوي K على الاثنين، هو رقم في الآخر بس هو الستيتمنت بتاعته K. هبتدي أعمل ديفورميشن في اللي تحت في واحد، هيتولد هنا هو رياكشن كونتو كي واحد في في واحد، يبقى انا عارف ان الشير هنا هو بيساوي كي واحد في في واحد من الشمال وطالع يبقى بالبوستر. باشمهندسه جت هنا قالت لي لا خلي بالك يا باشمهندس، ده في عندي هنا هو كونسنتريتد لود قيمته 5، فهنا هو الشير مش مجرد ان هو جاي من الكي واحد في في واحد، لا
ناقص الخمسة. في واحد في في واحد ناقص خمسة هو عبارة عن الشير. طيب الناحية الثانية المومنت هجيبه ازاي؟ اعمل الثيتا في الاتجاه البوزيتيف يديني ان هون المومنت هسمي جاي يا جماعة كي 2 كي 2 في ثيتا 2. يبقى انا عندي هنا هون ان المومنت بيساوي كي 2 ثيتا 2 دي السهم اللي تحت يبقى بالبوزيتيف. حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ سترينج انا حولته سترينج خلاص. هتلاقي بقى بعد كده في المطالب الثانيه اللي هو المطلوب الثالث والرابع هيبقى هندرس الباكلينج فهنتعامل منه ان هو لينك مان خلاص. طب بص هو في حته تلخبط شويه في المساله بس ولا تلخبطك ولا حاجه مش عايزك تتلخبط. جيت اتكلم لك كده العلاقه دي لو قلنا خلاص لو جه كتب لك ان الاي اي على اتش بتاعت الكولوم، الكولوم ده اللي هو اللينك ممبر يا جماعه. الاي بكام؟ الاي عارفها ولا لا؟ عارفها. طب والاريا عارفها ولا لا؟ عارفها. طب والاتش؟ كل الحاجات دي يا جماعه انا عارفها. قال لك بتساوي الاي اي بتاعت البيم. الاي اي لان. بتساوي الاي اي بتاعت البيم انا لسه مش عارفها. على ال، ال عارفها ولا مش عارفها؟ اه هو كاتب لك ان ال بتساوي 5. طب هو ليه خد ال بتساوي 5 ما خدهاش بتساوي 10؟ هو كاتب لك كده. خلاص؟ فهلاقيني في المعادله دي ان انا كل حاجه عارفها ما عدا الاي اي. يبقى خلي بالك لو انت بتحل وجيت قلت انا مش لاقي بوينت الاي اي بكام؟ هو ادالك العلاقة دي بس عشان تجيب قيمة الـ اي اي. هو زي ما قلت لك هو بيربط ترمات بترمات تانية لمجرد بس إن الشخص يبقى مركز. دي حاجة تعويض مباشر، بتجيب حاجة من حاجة. ولا تبقى هي وصلت لفين؟ في الآخر هنا وهنا وصلت لفين؟ جميل نتحرك أسرع. حد ليه سؤال؟ جميل. بصوا يا باشمهندس ده سؤال لطيف. لحظه واحده، هو احنا ليه هنا حطينا جايد يا جماعه؟ تعالوا نبص على شكل الديفورميشن للبيم دي. شكل الديفورميشن كان كده. فتعالوا نبص على النقطه اللي في النص دي. النقطه اللي في النص دي بتنزل لتحت ولا لا؟ اه هي بتنزل لتحت. طب اتحركت في اتجاه اكس. طب هل حصل لها روتيشن؟ هنعرف منين؟ نعمل مماس. لو عملت مماس كده هلاقي ان الروتيشن بكام؟ بزيرو. طب ايه هو السبورت اللي بيمنع الحركه في اكس وبيمنع الروتيشن وبيسمح بالواي؟ طيب طب ليه يا جماعه في اللي هي السكيو سيمتري حطينا هنج؟ لان لو انا مسكت النقطه دي ولفتها كده هلاقي ان ده شكل الديفورميشن بتاعها. بنفس المنطق هبص على النقطه دي هلاقيها ما اتحركتش في اكس ولا في واي، لكن لو جيت عملت مماس هلاقي ان هو بيحصل لها روتيشن. فعشان كده دايما لما بيكون عندي سكيو سيمتري بحط ايه؟ تنجن سبورت. شايفين حضور المحاضره مهم جدا. محدش يتخيل ان هو هيحضر في اي درس في اي حته هيحضر السكشن بس، ان المحاضره مش مهمه. دكاتره كل سنه بتقول حاجات جديده في المحاضره وهي اللي بتيجي في الامتحان. فحضور المحاضره مهم. جميل. اي حد يا جماعه يتخيل ان هو هيقعد يحضر وهيذاكر في اخر السنه او ان هو هيحضر مراجعات او يعمل اي حاجه في اخر السنه مش هيذاكر طول الترم هيسقط. انا مش بكلمك كده عشان اخوفك بس عشان احسسك باهميه الترم. الترم ده يا جماعه مش مجرد ان انت هتيجي في الاخر تلم. انت لو ما قعدتش تتابع درس بدرسه وتقعد تحل مش مجرد الشيت بس، تقعد تحل الامتحانات لوحدك هتلاقي نفسك ان انت بتدخل الامتحان لو ما عملتش كل الكلام ده مش هتعرف تحل او هتقعد تحل وتحل غلط. خلاص؟ الاستراكشر يا جماعه مش ماده تتذاكر وخلاص تقعد تقراها وخلاص. لا، ماده تذاكرها وتقعد تحلها.
فمن فضلكم اهتموا بالحل الكتير. جميل، اشوفكم المره